قصة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة باغي، أي امرأة محترفة للزنا. فهذه المرأة تفعل الزنا جهارا وعيانا ولا تستحي من أحد، ومع كل ذلك فكانت تمشي في الصحراء فرأت كلبا يلهث الثرى من العطش، أي يمص التراب من شدة عطشه. فرأته هذه المرأة البغي فقامت بخلع خفها من رجلها وربطته بثيابها وملأته بالماء ثم سقت الكلب، فغفر الله لها بذلك لأنها كانت رحيمة بالكلب فرحمها الله تعالى. والدليل على تلك القصة الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه، فغفر لها به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أحبابي إلى هذه المرأة، فمع بغيها وذنوبها العظيمة، ولكنها رحمت كلبا فرحمها الله تعالى. لذلك علينا بأن نرحم غيرنا وخاصة الضعفاء، ولا نقوم بظلم أحدا أو قهره أو الافتراء عليه وتستغل ضعفه وعجزه، بل علينا أن نرحم غيرنا. والذي يؤكد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى يغفر جميع الذنوب مهما كانت إلا الكفر والإشراك بالله تعالى، فعلينا بالرحمة كي يرحمنا الله تعالى. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك فيديو آخر سينال إعجابك بإذن الله، ودمتم بخير حال.